بيبي بيبي بيبي. لا انت مجرم والله. ايش قلت لك؟ قلت انا وانا طبيخ. اجلد وان مور ستيب. والله يا اخي انا ملك اللعبه دي صراحه. شو نزلوا خطأ مطبخي برعاية تلسكوب ميديكال سنتر لطب وجراحة العيون والتجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جودي سكيت هنا. طبعا اليوم عندنا حلقة طبخ مميزة من أفضل برنامج فيكي يا يوتيوب. افضل برنامج طبخ ينزل في رمضان. لا لا برنامج خطأ مطبخي. انا قاعد اسوي فليكس. طب اي احد اسمع اي احد ينزل برنامج طبخ في رمضان إيه؟ اكتبوا له في تعليقات جودي سكيت برنامج احسن منك. انتهى. جودي نرجسي تدري. ايوه نرجسي. ايش في ايش في عندنا ناس بيشوفوا هذه الحلقه ان شاء الله. خلينا نشوف. انا لسه ما حقيم ان هي افضل ولا مو افضل، بس خلينا نشوف الحلقه ايش الفايب، ايش النكت، ايش الفيهات، ايش الطبخ، بعدين اقيم. طبعا زمان زي ما انتم شايفين ضيفي الحلقه اليوم ما يبعديها على خير. طبعا حسين صاحب الطفوله، بس اليوم حنخسر بعض لانه دائما يتحداني. مرات يتحداني كوره سكيت اي شيء. دا كوره والله ما يلعب. ها والله ما يلعب اليوم. ما يلعب فرفيره مدني حمدان. طب ساعتي من ساعتك هذا الشيء اللي بدي. لا ما تقارن ساعتي بساعتك. ساعتي ايش في سوق الجمعه مشتريها؟ ساعتي بساعتك. يلا يا تعرف كم سعرها؟ كم سعرها؟ السعر الآن في السوق 145,000 ريال. قفلنا يا شباب الموضوع هذا اللي بنبدأ على طول الحلقة، وإن شاء الله اليوم نطبخ أحلى طبخ. بس تدري إنه برنامجنا الوحيد اللي طبخات ما تجي من الأرض، تجي من السماء. ليش؟ لأنه برنامجنا إنتاج شركة تلسكوب. تعرف شو تلسكوب أول شيء؟ إيش فيه؟ أقسم بالله لو يجيني صاروخ بهذه الطريقة مرة ثانية أقسم بآيات الله أخش فيكم بكوس. إيش فيه؟ أنا بديت منرفز. أنت أوقف زي كده طالع فوق عشان الطبخة تجيك من فوق، فاهم؟ ايوه طالع فوق. وانا حرني اول مرة بحياتي تزبط. اوكي زبطت. وصلت. وين وصلت؟ وصلت هنا عندك، فاهم؟ طبعا يا شباب كذا نقول وصلتنا الطبخة. ايش طريقة عمل كبسة سعودية؟ لعبتي. ادعس من كبسة؟ لعبة جد؟ ايه نسخة نظارة من الحين بدأ وقت الجد. اول شيء انا اقول لك ايش الاشياء وجيبه. اوكي اعطينا الدجاج، فلفل اسود، عودين، قرفة، ليمون ناشف. جيب لي ليمون ناشف. البس هذه الاشياء. طيب طبعا يا شباب الكبسه دائما يكون فيها رز، شيء طبيعي. فبدايه الحلقه قبل ما نبدا نسوي الرز بس بننقعه عشان يتزبط وكذا، فاهمين كيف؟ خلينا نجهز الاشياء. عندنا كمان سمبوسه. والله في طلبات كثير. لازم ملعقه حبتين بصل مقطع، قلفزات ودلع. دحين احط قلفزات. احسك فنان طبخ ما ادري ليش. جيبت طريقه الترتيب حقك غريب. سهبل صلصه تلاقيها تحت. ايوه هذه صلصه الطماطم. إيه؟ اسمع بسالك سؤال يعني كذا، تفتكر اليوم اللي شفت فيه وجهك يعني تعرفنا على بعض في اي ثينك في اي في ميدان التحدي في 2007 يعني كم لما هزمتك بالسكيت قصدك؟ ما هزمت الوقت، انا كنت بزر، كنت طفل لسه ما بدي كنت العب سكيت. كنت انت كنت تلعب سكيت. انت شيبه. بس انت انا صغير دوب. بس انت كنت تشوفني انه انا قدوتك صح؟ صح اعترف بهذا الشيء. انه كان وقتها كان شيبه، واحد عمره 30 سنه هذيك الوقت كان شيبه كذا، حالته حاله، ظهره يوجعه كذا نازل. فما بالك انه القدوه حقتي يوم من الايام انا كسرت راسه. انت كسرت راسه فين؟ ما ادري فيش. ها؟ طيب باقي الطماطم ما قطعتها، خلينا نقطعها اجرب. في هذه اللحظه يا شباب جود سكيت يشمر عشان يوريكم كيف يقطع الطماطم بطريقه احترافيه. صدقوني يا شباب نهايه الحلقه حيعترف ان انا عمه وتاج راسه وانا اللي معلمه هذه الحياه ومدقدقه فيها. كنت تنزل حاله زمان؟ تعال اجي تعال اكلت مخي. تعال اوكي خلي قدامي كورتين تلعب ولا واحده؟ ايش تبغى انت؟ كورتين طبعا. شوف مستواك والله ضعيف اقسم بالله. متاكد انك اجلد وان مور ستيب. والله يا اخي انا ملك اللعبه دي صراحه. ورجعنا لكم يا شباب بعد ما تحدينا فرفيره وكسرت راس حسين. رجعنا لكم بفقره الطبخ، نرجع نكمل طبختنا الاساسيه اللي جينا عشانها. شوف اذا انت ما انت ماهر بالفرفيره ابغاك تكون ماهر بالطبخات وهذه الاشياء. ها حتمسكها علي الحين؟ طبعا امسكها عليك. يعني انت شيء هايط قدامكم وقال انا بفوز بكل شيء. قلت لكم يا ناس خليك ضيف، خليك بالكتب. انا عارف انك تقرا كتب ودنيا. بما انك ضيف وصاحب مكان اتجاوز تخطى. عيب تخطى. عيب اهزمك. اتخطى والله. عيب اهزمك. في ليمون اجيب لك ليمون. ليش ترى برد على اعصابك وتهدى؟ عصير. ايوه حلو. اتخطى
أباك تكلمني عن الكتب اللي قاعد تقراها الفترة الأخيرة وكذا. ما شاء الله. أنا رجع في الزمن راح أرجع أقول يا ريتني قرأت الكتب. يعني ندمت إنك أنت ما قريت كتب زمان. فعلا فيها تغيير تغيير تغيير. طب إيش في بشكل يعني جدري. كتب قريتها؟ قريت المرحلة الملكية. طب إيش في كذا كتاب تتذكره وتتذكر مثلا فيه له جملة معينة؟ نظرية الفستق. فادتك بحياتك. نظرية الفستق. نظرية الفستق. ليش بالضبط؟ طيب خلينا نكون صريحين. أنت كإنسان الآن. دائما أسألك سؤال، لما تروح المطار تروح تاخذ بوردينج ليه اعطيك بوردينج على الكونتر؟ عشان شنطه يشيلها وذي الاشياء. بس شنطتك. طب ايش جوه البوردينج؟ جوه البوردينج ايش مكتوب؟ معلومات المسافر على الشنطه ومعلومات وقت اقلاع الرحله والرحله اذا كان فيها اي تاخيرات، يعني فيها تقريبا ارشادات للرحله كامل لنسبه 95% تقريبا بعد الله انك انت توصل لنقطه الهبوط اللي انت راح توصلها، صح ولا لا؟ صح. كيف انبنت هذه كلها؟ ما اعرف. انبنت على جدوله، على جدولة. شيء معين. فبالتالي دائما الكتاب اتكلم انه الشخص نفسه يكون باني حياته على اشياء مكتوبه مجدوله عشان يوصل لنقطه الهدف اللي هو راسمها. فبالتالي انت الان لو تقول انت راح تقلع وتعرف الطيار راح يعرف مسار طيران ويعرف نقطة الهبوط يعرف الموعد متى الإقلاع متى الهبوط بنسبة 95% لأنه بنت جدولة. أيوة يعني بنسبة كبيرة. نسبة 95% بعد. وهذا الشيء يعني كأنك تقول إنه حياتك هي رحلة. ما هي يعني مو هي رحلة. حياتك إذا رحلة إذا أنت ما أنت ضارب لها حساب كذا بتخليها رحلة فعلًا. لأنه أقرب شيء مثال الطيارة فيها نقطة هبوط ونقطة وصول. نقطة إقلاع، فهمتني؟ بالضبط. فإذا أنت الآن طلعت هالطيارة وشفت هذا كله ووصلت نقطة هبوط لأنه انبنت على جدولة، أنت قارن نفسك كطيارة أو كمطار بشكل عام وطلعت ما بنت جدولة، طلعت طيارة ما فيها لا بوردينج ما تعرف فين بتروح، هتلاقي نفسك تتوه في الجو، صح ولا لا؟ بالضبط، لأنه ما أنت عارف وين وجهتك. وين وجهتك؟ وين مسارك؟ فهمتني؟ إلين الطيارة نفسها تخلص بنزين وحترجع تعرف محل ما أقلعت هتهبط. زي انك انت تجتهد وتدي كل جهدك تعطي كل جهدك بدون وجهه واضحه. ايوه حتعطي كل جهدك وانت في الجو وحترجع مره ثانيه نفس المكان. فبالتالي ما تطور ولا تسوي شيء بحياتك. فهذا كان مثال بسيط. والله المعنى طلع عميق. الولد ده طلع ديب يا شباب. شفت كيف؟ اي أيوة والله لعيب. حتى طريقه السرد يعني كانت حلوه. اتحمست كذا اني ايش اني اطلع وجهه بس وجهه دي ما اشيلك معها لانه انا عارف ان الوجه حتفشل. انت عارف نفسك. اي بالضبط. حلو. شوف كيف حتى ساري يرد علي بردود كذا يعني ذكيه. اتخيل انه اليوم كمان حسوي المفروض سمبوسه. طبعا يا شباب اليوم عندنا غير الطبخه الكبسه الطبخه الاساسيه حنسوي اشياء ثانيه. حنسوي سمبوسه بغزل البنات او شعر البنات يسموه والمارشميلو. حسين ليش ما فكرت تغني؟ تسوي اغنيه في أغني اليوتيوب؟ لا كل اليوتيوبرز غنوا، ليش ما فكرت تغني؟ يقول لك اعطي خبز خباز وحتى الاكل نص. انا مال امي فيها. شو؟ ليه انا مالي في اغاني؟ ليه افتي؟ ما تبي تجرب؟ طيب تجربه. لا ما ابغى اجرب. طيب نحط طيب تمثيل. طيب تمثيل. تمثيل يا ادعس. طيب يعني خطتك في الجايه في السوشيال ميديا انك تبدا تمثل صح؟ حيكون في تمثيل، حيكون في تقديم، حيكون في اشياء كثيره يعني. طيب ايش مصير قناتك باليوتيوب؟ انه شايف انه حسن مو راضي مو قادر يشتغل كثير. حسن حيشتغل قريب بس عشان بحكم انه هو جاب طفل ومعاه ولد ومتزوج. فقاعد يتربط كثير. طيب ليش ما تسوي قناه لحالك وتبدا تشتغل عليها؟ قاعد افكر فيها اصلا. اني اسوي قناه لحالي. طب اسال الناس اقول لهم في التعليقات ايش رايكم اسوي قناه لحالي يكون قناه حسين بس؟ يعني لايف ستايل حياتك كله طلع في القناه هذه. بالضبط. حطينا الدجاج، البصل لين ياخذ لون ذهبي كذا، بعدين حطينا الدجاج ياخذ اللون الذهبي، اوكي عشان يستوي، بعدين حطينا ثوم، بعدين نحط البهارات دحين، ايش البهارات؟ عندنا الفلفل. ايش رايك بالاوتفيت؟ طبعا شباب هذا الجاكيت اشتريته قبل فتره، قبل 3 سنين تقريبا. هذا الجاكيت له قصه حلوه. هذا الجاكيت يوم ما اشتريته كنت انا ماخذ توب 1 في برنامج كنت مشترك فيه اسمه سديم، كنت ماخذ توب 1 فكنت قاري الاوراق حق اللجنه بدون ما يدروا هم. فرحت اشتريت هذا الجاكيت عشان نجحت فيه وانا في التوب 1، فاهم؟ فهمت؟ طيب وش صار بعدين؟ ما صار شيء، الحلقه اللي بعدها خرجت. كذاب. والله الحلقه اللي بعدها خرجت. كيف كانت تجربتك في سديم صراحه؟ تجربتي في سديم والله كانت حلوه. البرنامج هذا عرفني على ناس كثير وخلاني كذا اسوي كونتنت جديد وتعلمت كيف اسوي ستوري بورد، تعلمت اشياء كثير، فهمت؟ يعني سوى لي ابجريد بالسوشيال ميديا، فهمت؟ اوكي. ايوه بس تجربتي في خطة مطبخي افضل طبعا. يلا يا شباب في هذه اللحظه راح نلعب اللعبه حقتنا المعتاده اللي كل ضيف يجي عندنا نلعبها معاه،
اللعبة لعبة الاختيار، فراح اطلع لك صور واشياء على الشاشة تختار ما بينها، اوكي؟ مستر بيست ولا اوس؟ لا احتراما لمستر بيست، انا اوسي. ها؟ اوسي. اوسي؟ اه عرفته شخص دبلوماسي. ليش؟ لانه صاحبه يعني. لا مو صاحبه. طبعا انا اوكي مستر بيست احترمه. ها؟ كونه هو احترمه. حتى انا احترمه بالضبط. اوكي. احترمه واحب محتواه. لكن انا قاعد اقول لك انه هذول الاثنين رفعوا الليفل علينا، هذا رفع الليفل في اليوتيوب العالمي وهذا رفع الليفل باليوتيوب العربي. اوكي. اوسي اشتغل على نفسه بحيث انه هو بيوصل لمرحلة يكون زي التلفزيون بس في اليوتيوب. حقيقي. اي نعم التلفزيون لانه بجت عالي، بس قال انا اقدر اسوي. هو واجه حرب بينه وبين نفسه انه يقدر يسوي قناة ببرودكشن خفيف بس كونتنت نظيف. اللي بعده. اللي بعده حيكون في عندك بندريتا ولا بوفلا. طبعا دائما نحط المقارنه دي احبها. ليش؟ لانه بدايه بوفلا كثير ناس كانوا يشبوه بندريتا، فاهم كيف؟ ومحتواهم تقريبا محتواهم، سيبك من الاعمال الخيريه اللي قاعد يسويها بوفلا، بس محتواهم قريب من بعض. الكوميديا فيها تشبه بعض شويه. كوميديا بندريتا احسن من بوفلا. يعني لو في عندك مقطعين في اليوتيوب مثلا طلعوا لك فجاه، والمقطع حق بندريتا ومقطع بوفلا، تبي تشوف واحد قبل الثاني، مين حتفرج من اول؟ على حسب، كل واحد يومه. يعني يوم بندريتا كانت يوم وكان فيهاته كان ضحك رياكشن وكان شيء خطير. يعني بندريتا ما انا بقول لك كل واحد كان يومه. اوكي كل واحد كان يومه، فهمتني؟ أيوه. بندريتا طلع في اشياء خلتني اضحك از كاكسنت جيزاني. ايوه فالاكسنت الجيزاني اللهجه الجيزانيه تخليك تضحك. ابو فله ما خدها باكسنت اديك الحماس ابو فله باور. طب هذه اللحظه، في هذه اللحظه بمودك دحين، في هذه اللحظه لو بتتفرج مقطع هذا مودي لا بندريتا. تمام اللي بعده هتي ديربي اتحاد، ومره ما تشوف شيء اتحاد على طول كده بدون نقاش. اتحاد طبعا. الشيء الغريب انه حسن وحسين توأم وكل واحد قاعد يشجع نادي، يعني باذن الله راح اكون عضو حسن هنا وراح اكون عضو نادي الاتحاد قريب. اي عضو شرف. ايه ما شاء الله تبارك باذن الله قريب. اوكي اللي بعده خش اللي بعده. يلا بام خير يعني اختار اختيار. انا جودي هاللحظه الان. جودي ايوه جودي. بس انت طفيت. طفيت طفيت الفترة الأخيرة. إيه طفيت الفترة الأخيرة. اللي يطفي يعني أيوة. هو ما يصور، تلاقيه يطفي وهو يصور كل يوم. ليه؟ ما في إبداع في الكونتنت. هذا أقول لك أنت طفيت. طيب إيش رأيك بالكونتنت الآن؟ حلو إنك عندك طبخ وما طبخ في رمضان. حسيت إنه في إبداع، بديت أفكر. نايس. مو يسر لك يوتيوب. أقدر أصور لك يوتيوب دحين، أجمع لك كم ورقة ها وأجمع كم ولا أديك كفين صرخ فوز وما أدري ويلا بسوي مسابقة 10,000 ريال وأسحب على والديك. أقدر أسويها. اللي بعده هنا حيبين. هنا حيبين ميسي. ليش؟ كذا كريستيانو أحترمه. هنا عقل ميسي. عقل ميسي يلعب عقل. أنا عارف بس ما عنده هو يعني بنية جسدية كويسة. عنده عقل أكثر أفضل. العقل دائما يهزم أي شيء قدامه. تعال شيل لي حجرة وزنها طن. ايوه هتقول لي ما اقدر اشيله، بس يجيك المعضل يقول لك استنى بيحاول على انه عنده عضل، بس بيجي يشيله. ايه بيجيك العقل بيجيب شيء جهاز وشيله. يجيب شيء طلق دفه بحبل بكفرات ومشاها. ها ما في خلاص. المقارنه كانت الاخيره هي مقارنه بين حسن وحسين. حسين حسين. طيب يا شباب دقيقه قبل مو انا مو عشان قبل ما تخش لي بالمقارنه وليش اخترت نفسك. إيه؟ نبي ناخذ فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. يلا يا شباب ناخذ فاصل ونرجع مره ثانيه. او يا حسين يا امها ايه العظمه دي كلها. بصفي فيها. اوكي إيه. اوكي يا شباب قبل ما ناخذ الفاصل سالت حسين سؤال وتهرب منه. قل لي ليش انت شفت نفسك احسن من اخوك؟ حسب لو فتره قاعد يهمل باشياء كثيره وانا ما كنت ابغى يهمل فيها بصراحه، بخصوص الاعلانات بخصوص السوشيال ميديا. فصار الحين بس مهتم فيه في البادل. اخونا في البادل. البادل ايوه التنس بادل. حسن لا تعطيه شيء يرتب يكتب يسوي يفعل، اعطيه شيء يحرك جسديا يقدر فيزيكال يعني. ايوه فيزيكال اكثر. هل نحن الثلاثه كمنافسه في بطولات اتس دن؟ لا. العمر؟ لا 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 تقول اعمارنا 30. ترى العمر مجرد رقم. انت تعرف في تاريخ لعبه السلالوم اللي هي الكونز الاقماع هذيك اللي نلعبها. أيوه. ايه اكبر لاعب ممكن اخذ فيها بطوله عالميه وعمره 26 كلهم صغار. سي جي يلعب اجريسيف سكيت ما يلعب يعني. اي انا اختار الاخطر الاجريسيف طبعا. طيب من يعني اسمه سي جي عمره اكبر مننا.
ايه بس يجي هو قاعد قاعد يلعب مو قاعد يجيب المركز الاول ثاني بس على الاقل يجيب لا 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 يجيب ثالث رابع مقارنه سي جي ويلعب اجريسف اخطر من السلالوم. هل بتتوقع انه سي جي ما حقدر نحن اذا وصلنا عمر السي جي ونحن نلعب لعبه سهله ما حنقدر نجيب؟ لا نجيب اللعبه بالاخير بالعقل. ليه خواف؟ ما في ما ما ما, ما حيصير لك شيء. روح انحرقت بسرعة ايش ارجع بسرعة بسرعة طلعها خلاص. طباخ طباخ كان بيموتنا شايفين كيف؟ شيل ال انت بتحط عليه موان تبي؟ لا طبعا شو؟ فنزلوا بيبي 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 بيبي. طبعا حسين الشباب قرر انه بعد الفاصل يصير جيستن بيبر. انا جيستن لا من غير بيبر. انت جيستن من غير بيبر؟ اي بس خليها بيبر. عباس ابراهيم هو ما بدا. اي صح عباس ابراهيم. تعرف اغاني؟ اي ناديتي والليل جاوبني وبكاني محد سماني سوى ليل النزا دمعي ناديت والليل جاوبني وبكاني سوى ليل النزا دمعي ما غير ليت. نقصت انا. اوكي تقدر تقول يا شباب الحين خلصت طبخة صراحة طبخة حسين لأن أنا ما سويت شيء. فأول مرة خطأ مطبخي يصير صح مطبخي. حلقة صح مطبخي عادي. فشوفوا كيف الله راح أوريهم شيء اللي قدر أوريهم هناك بالكاميرا. عندك هنا الكاميرا القريبة وعندك كلوز هنا الواسع العريض عندك كل شيء. جيب زبادي. ما في زبادي مطبخ هذا كله ما في زبادي. زبادي ما توقعت إنه في زبادي بالطبخة. ما غيري ليلي من الأحباب وعساني سوى ليل النساء جمعي إيش إيش أكثر أغنية خليجي تحبها صراحة؟ عيون السود فؤاد عبد الواحد. إيهو لب عينك أحبك. أوكي خليني أقول لكم أول شيء دائما تتميز وكلنا نعرف شهر رمضان شهر مبارك والشهر في أشياء كثيرة في هالسفرة. فالأحلى ما فيك إنك أنت تكون إنسان مميز في هالشهر الفضيل هذا الله. إنك تحاول تتميز بينك وبين منافس ولا أي واحد معك. عشان كده نحن أفضل برنامج إنه نحن راح نتميز بالسمبوسة وحشوات السمبوسة اللي ما حد سواها واللي ما جت في إطار أي أحد. دائما السمبوسة تكون مالحة أو تكون عليها دجاج بس نحن خليناها حلا. هذا أول شيء كميزتنا نحن بالسمبوسة. أما الكبسة كبسة هي بالأخير كلها نفس الطعم بس يتميز بالبهارات والنفس. بالنفس دحين يا شباب جت اللحظه الحاسمه اللحظه اللي كلكم قاعدين تستنوها من اول لحظه تجربه افضل طبق فيكي يا خطا مطبخي. أيه. قبل يومين نزلنا اعلان للحلقات حقتنا حق البرنامج حلو وجاني واحد من شركه تلسكوب حط الجوال في وجهي قال لي ايش تقول لبرنامجك ليش تجرب ليش تجرب بعض 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 خلينا نجرب والله حلوة والله غنصب تحية تحية يا شباب والله شوف تحية 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 شوف تحية. أوكي الحين هنروح للتست الثاني. أنت مجرم والله بس قلت لك ترى وين طبيخ. أوكي يا شباب الحين هنخش للسمبوسة. السمبوسة اللي بنكات مختلفة حنكسر السمبوسة من النص هذا بإيش بالنوتيلا هذا ثلاثة الله شيء أنا ما كنت أشوف هذا. واو شايف في حلو حلو والله تعرف شيء ثاني غير شوكولاته عشان نقول له ادي اجرب هذه صراحه ما احب المارشميلو. ليه جرب اوف دلعتك والله يجي والله حلو. فهذه اللحظة وانت قاعد تشوف المقطع اذا عجبك اذا عجبتك هذه الحلقة انزل تحت واضغط على زر اللايك واذا ما عجبتك هذه الحلقة برضو انزل تحت واضغط على زر اللايك. اول شيء شكرا استضافة جودي لي الله. اول شيء تلسكوب شكرا على هالمجهود الله على على اتاحة الفرصة لجودي انه يسوي هالبرنامج الله. وانا اعرف
وانا حكون من اول الداعمين لجودي. الله. وعارف انه كثيرين من اصحابي راح يكونوا داعمين لجودي. الله. انسان شغوف، عنده اشياء، مجتهد، واعرف ان شاء الله باذن الله راح يوصل المكان اللي هو يا رب يفكر فيه. شكرا، يعطيك العافيه. نشوفكم مقاطع ثانيه. لا تنسوا الشير والسبسكرايب. اشتركوا بالقناه. افوق قناه ولا مو افوق قناه؟ انا من رايي الشخصي تفتح قناه جديده. افتح قناه جديده؟ والله افتح. ايوه، يكون عندك تجربه جديده، نفس جديد. فاهم؟ بجو اذا فتحت انت شوفوا تحت عنده، اكتب بالتعليقات اذا تشوفون يفتح قناه جديده ولا يستمر بالقناه القديمه ولا ما افتح. كيفكم؟ بالضبط. يعطيكم الف عافيه. شكرا، مع السلامه. باي باي. خطأ مطبخي برعاية تلسكوب ميديكال سنتر لطب وجراحة العيون والتجميل.